بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الرابعة في قسم علوم الحاسوب بكلية دجلة الجامعة، أرحب بكم أجمل ترحيب وأتمنى لكم وفور الصحة والعافية ولعوائلكم الكريمة، وإن شاء الله تكونون بألف خير، وخصوصا أنه بلدنا والعالم يمر بجائحة كوفيد 19 اللي أجبرنا على العزل الوقائي في منازلنا. هاي المحاضرة هي المحاضرة الخامسة لمادة التجارة الإلكترونية لمادة الإي كوميرس اللي بدينا نسجلها بالتسلسل ابتداء من المحاضرة الأولى وصولا إلى هذه المحاضرة اللي أخذناها بأيام الدوام سابقا، طبعا من أجل الاستفادة الكاملة لأبنائنا وحرصا من عندنا إلى لإيصال هذه المادة بالطريقة المناسبة. محاضرة اليوم هي محاضرة تسلسل رقم 5 بعنوان الإي كوميرس بزنس ريفينيو موديلز. اليوم طلابنا يشاركون طلاب العالم بهيج ظروف دراسة منازلهم، أعتقد هي هذه فشيء جديد على طلابنا، لذلك محتاجين إلى الوقت للتأقلم ويا هذه الحالة، وبالتالي من الواجب علينا إنه إحنا كأساتذة وأكاديميين إنه نساعد طلابنا لعبور هذه المرحلة بالشكل الأمثل. لذلك بديت أوضع المحاضرات مالتنا على اليوتيوب وأيضا على جوجل كلاس روم، وبدينا ننزل روابط والملاحظات بالإيميل الرسمي للطلاب، ولضمان وصول لأكبر عدد من الطلاب أيضا بدينا ندزها على التليجرام، فالطالب يقدر يفوت إلى الصف الإلكتروني أو يقدر يفوت يشوف المحاضرات على اليوتيوب وبالشكل اللي يكون مناسب بالنسبة إليه. مثل كل مرة نبدأ محاضرتنا بملاحظات أو خلاصة عامة أو وصف عام عن المحاضرة. محاضرتنا اليوم ومثل ما كل مرة نبدي نقول التجارة هي بالإلكترونية، هي التجارة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وبهاي المحاضرة راح نشوف طرق التعامل مع بيع المنتجات وإدارة المخزون وإدارة المواد بحيث نقوم بعملية التجارة الإلكترونية أو نقوم بعملية البزنس الإلكتروني بشكل عام، حتى ناخذ فد صورة عامة عن المحاضرة بشكل كل السريع. الشخص اللي يحب يقوم بعملية بزنس إلكتروني أو تجارة إلكترونية إي كوميرس، ممكن ابتداء أكو مجموعة سيناريوهات. ابتداء السيناريو الأول يقول ستور فرونت، يسوي ستور فرونت بما معناه أنه هذه المنصة، منصة التجارة الإلكترونية أو منصة البيع الإلكتروني اللي يقوم به على أساس بالبزنس الخاص به، هذه ابتداء. بعدين نشوف أنه أكو زبائن ممكن يفوتون إلى هذا التطبيق أو إلى هذه المنصة اللي هي اسمها ستور فرونت، وبالتالي يختارون المنتجات، لربما منتج لربما مجموعة من المنتجات يبدون يختاروها. هنا الشخص اللي يقوم بعملية الإي كوميرس أو يقوم بهذا العمل حتى يوفر المنتجات إلى هذا الزبائن، لربما أنه هو يأخذ المنتجات هذه من السبلاير اللي هو مجهز لهذه المواد، وبالتالي لربما يحتاج إلى inventory، يعني يكون عنده مخزون، وكل ما تكثر المواد وكل ما تكثر لربما يحتاج إلى أن يسوي له warehouse يعني مخزن، لربما ولربما حتى يقدر أنه يوصل هذه الطلبات إلى الزبائن مالته هو بنفسه يسوي عملية الشيبينج، أو لا والله ممكن أنه السبلاير هو يوصل المواد أو الطلبات يوصلها إلى الزبائن. فبالتالي هناك كثير من السيناريوهات اللي ممكن أنه نقوم على أساسها بالتجارة الإلكترونية. لربما أيضا نروح بشكل أبعد أكثر، أنه لربما نطلب المنتج مباشرة من المصنع فاكتوري من المعمل، وبالتالي نسوي البراند اللي خاص بينا والماركت الماركة الخاصة بينا وندزها إلى زبائننا الخاصين اللي هم يطلبون هاي المنتجات الخاصة. لذلك صارت عندنا كثير من السيناريوهات وكثير من الموديلز اللي ممكن نشتغل عليها مفاهيمنا بالتجارة الإلكترونية ونحقق عوائد ريفينيو، نحقق أرباح عوائد بالنسبة لنا. حقيقة هناك كثير من الجوانب تفصيلية هي يعني متقدمة، ما راح نغطيها بهاي المحاضرة، بس بشكل عام هناك أمور كثيرة تتعلق بالفاكتوري بالسبلاير، أكو أمور تتعلق بموضوع الكوستمرز وأنواعهم وطرق الوصول، أكو أمور تتعلق بالإنفنتوري والويرهاوس والستارج اللي خاص عندنا، وأكو أمور تتعلق بعملية الشيبينج شلون نوصلها. كثير من الأمور وكثير من القصص بسيطة ومعقدة وتفصيلية، فلذلك هذه الصورة العامة للإي كوميرس. لذلك احنا نقول الإي كوميرس بزنس ريفينيو موديلز نماذج
ايرادات التجاره الالكترونيه الريفينيو الايرادات. بالحقيقه احنا شو نريد؟ بالحقيقه انه من المهم كلش نعرف شلون نسوي هاندلنج للانفنتوري يعني مانجمنت، شلون يعني بالحقيقه الشيء الاكثر اهميه هو يجب التفكير هو الطريقه اللي ندير التعامل بيها او الهاندل اللي ندير بيها التعامل مع المخزون والمنتجات اللي احنا نحتاجها على مود نزيد البزنس ريفينيو، على مود نزيد العوائد مالتنا. بالتالي هناك اربع انواع معروفه من الاي كوميرس بزنس ريفينيو موديلز اللي راح ناخذها بهاي المحاضره، اللي هو دروب شيبينج، يعني شيبينج التوصيل يعني الشحن، دروب يعني بدون شحن، ما نقوم بعمليه الشحن بنفسنا. اكو وايت ليبلنج انه احنا سوينا الماركه الخاصه بينا. اكو موديل قائم على مبدا السبسكريبشن الاشتراكات، واكو موديل مبني على اساس الهولسيلنج يعني البيع بالجمله، والوير هاوسنج والتخزين والتخزين البضاعه. الموديل الاول اللي هو دروب شيبنج اللي هو قلنا هذا بدون شحن، يعني احنا ما نقوم بعملية الشحن، فبالتالي هو هذا ابسط موديل. نشوف هنا الشخص اللي يقوم بهذا البزنس مجرد انه يسوي له ستور فرونت وعن طريقه يعرض المنتجات، وهذه المنتجات اللي هي يقدر يوفرها الى زبائنه، والزبائن بالتالي تطلب هاي المنتجات وتقوم بعملية الدفع الالكتروني، اما باستخدام الكريدت كارد او باستخدام الباي بال، فبالتالي هي تدفع هنا. كل اللي يقوم به مثل الوسيط، كل اللي يقوم به انه يستلم نوع الطلب ويستلم الفلوس المنتج، وبالتالي هو يتواصل مع السبلاير، يتواصل مع المجهز، والمجهز هو يقوم بعمليه ايصال الماده الى الزبون، وبالتالي وكانما صار مثل الوسيط. هنا اكو كثير من النماذج والمواقع المشهوره جدا، ويكي هيبو هو هذا من اشهر المواقع الامريكيه بهذا النوع. ايضا احنا نلاحظ بالفيس ادز، يعني ممكن انه تكون هناك انت تعرض اعلان الى منتجات، فمن يطلبوا من عندك من صفحتك او من الاعلان انت تروح من السبلاير تحكي ويا السبلاير، والسبلاير هو يوصل البضاعه الى 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 اللي يطلبوها الكوستمرز، يعني خلينا نقول اشبه بالمندوب مبيعات، لكن انت تقوم بعمليه بزنس لك خاص لنفسك. هذا ايضا اللي يسموه دروب شيبينج. بميزات، الميزه انه ما عندنا اي دوخه راس، ما عندنا احنا حرين، ما عندنا اي مانجمنت للانفنتوري، ما عندنا اي منتج للمخزونات، ايضا ما عندنا وير هاوسنج ستوك، يعني هذا ما راح يكون عندنا مخازن يعني مستودعات للخزن، وكذلك ما عندنا مشكله بعمليه التغليف. فبالتالي اني هذه كليتها هو السبلاير يحير بيها، مو اني، انا مجرد انه نعرض المنتجات واستلم الفلوس وابلغ السبلاير حتى يروح يوصلها. من مساوئ هذه الطريقه انه كل شيء راح يكون انه بمسؤوليتك، يعني بمسؤوليتك الخاصه، يعني عمل اذا كان السبلاير بطيء باي عمليه الايصال، او كواليتي مال المنتج كان غير يعني غير المتوقع، او كانت هناك مشاكل بعمليه الاوردر يعني وصل او ما وصل او انكسر، فبالتالي هي كلها راح تكون هذه ضمن مسؤوليه الشخص اللي يقوم بعمليه البزنس. نشوف هنا لربما بعض الحالات لربما هو الشخص نفسه هذا صاحب البزنس هو يقوم بعملية الشيبينج، مثل ما موجود اليوم عندنا بالعراق، مثل عندنا تطبيق اسمه طلباتي، عندنا تطبيق اسمه على السريع، هذه التطبيقات هي توصل الاوردر مال 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 فود مال اكل، فبالتالي انت من تطلب من التطبيق على سبيل المثال طلبت صاج مثلا، هو راح يعني يكون يتفق مع المطعم، المطعم راح يجهزه، لربما هو هذا الشخص هو حتى يخفض عملية الشيبينج، لربما هو عنده ماطورات للتوصيل او بعض العجلات، فبالتالي هو يقوم بعملية الشيبينج الخاصة به، فبالتالي هو يقوم بهذه المهمة. فبالتالي هناك ايضا ممكن انه نطور على هذا الموديل، بس بشكل عام هذا طبعا دروب، يعني هذا شيبينج عندنا، الدروب ما موجود، هو يقوم بعمليه التوصيل، لكن الطريقه الاسهل انه لا سبلاير هو يقوم بعمليه التوصيل. الموديل الثاني الوايت ليبلنج، الوايت ليبلنج هو بالحقيقه يعتمد على انه المنتج الاكثر نجاحا بالبيع من قبل الشركات الاخرى. يعني اليوم اذا اكو فد منتج الشركات الاخرى او المنافسين الاخرين دا يبيعون هذا المنتج، وهذا المنتج ناجح بالسوق، فبالامكان انه هو الاتصال بالمصنع، والمصنع يصنع لك نفس المنتج بس بالليبل خاص بيك انت، فبالتالي هنا محتاجين انه من توصل لك
محتاج انه يعني نسوي عمليه الباكجينج الخاصه بينا والليبل الخاص بينا، واحنا نبيعه على اساس انه هو هذا منتج مصنع خصيصا لنا. فبالتالي ايضا هذه نوع من انواع الطرق اللي هو راح يكون اتصال مباشره بالمصنع المصنع للمنتج الناجح، وبالتالي انت تحط الليبل الخاص بك وتباكجه بالشكل المناسب وتوصله الى زبائنك. هنا لربما محتاجين الى انه مستودعات خزن، لان هنا المصانع ما تنتج بالمفرد وانما تنتج بالجمله، فلذلك تكون هنا شويه اكو كلف اكبر من الطريقه الاولى. مثل هذه الطريقه تستخدم بمواقع مشهوره جدا مثل بيك كوميرس، يستخدم هذه الطريقه بالماركتنج حتى يحقق ريفينيو اعلى له. الطريقه الثالثه اللي هي سبسكريبشن اللي هي الاشتراكات. طبعا هذا الموديل هو بالحقيقه يعتمد على ايش قد عندك سبسكرايبرز، يعني ايش قد عندك مشتركين، وانت توصلهم لهذه المشتركين، توصلهم البوكس او الباكج اللي انت متفق بي وياهم. على سبيل المثال حتى نقرب الموضوع، انه بعض الزبائن يطلب من الموقع مالتك يطلب مجموعه من المواد، وهذا الطلب مالته او الاستهلاك مالته يكون هو بشكل منتظم، بشكل اسبوعي على سبيل المثال او بشكل شهري، يطلبها بشكل منتظم ودائما. فبالتالي انت تقدر توفر له فد عروض خاصه، تبكجها بشكل خاص وتوصل لها. مثل الامثله اللي حتى توضح لنا هذا الموضوع، على سبيل المثال الدولار شيف كلاب، هذه حقيقه شركه تقوم بهذا النوع من انواع البزنس أونلاين على أساس السبسكرايبرز المشتركين، حقيقة يوفر شفرات الحلاقة ويوصلها إلى الزبائن مالته بشكل منتظم، خلينا نقول على شكل أسبوعي أو شهري. بس هو حقيقة مو فقط شفرات الحلاقة، وإنما وياها مثلا هذا الأفتر شيء مثلا بعد يعني هذا المعطر، مثلا بعض العطور مثلا وياها، بعض الكريمات اللي هي عناية بالبشرة. فشوف أكو باكج كامل يقدمه ويا هذا المنتج، وبشكل نظامي وبشكل مستمر توصل الى الزبائن اللي يطلبون هذا. فبالتالي انا عندي زبائن مستمرين فاوصل لهم. بالتالي هنا تقدر تحط عروض اكثر، تقدر تحط مثلا دعايات لمنتجات اخرى، فبالتالي هنا راح تكون عمليه خاصه للزبائن المشتركين وياك بهاي الخدمه. ستاكش فيكس ايضا هذا خاص بالحياكه وبصناعه الملابس وكذا، ايضا دائما يطلبوه، فبالتالي توصل باكج كامله. ايضا بلو ابرون من الشيء اللطيف اللي جدا، هذا يطفى باكج كامل او بوكس كامل بالوصفه الغذائيه، يعني مثلا بشكل منتظم يوصل لك انت كزبون عنده، يوصل لك فد بوكس، هذا البوكس بمنتجات اللي هي غذائيه اللي هي انت تريد تطبخ بيها، فبالتالي يحط لك هذا البوكس مثلا الخضار، المواد، الصلصه، الادوات اللي انت محتاجها بالكامل، ويا طريقه الطهو، ويا طريقه اعداد هاي الوجبه. لربما انت عندك مثلا حساسيه من نوع معين من الغذاء، لربما انت تفضل نوع من الاغذيه، فبالتالي توصل لك هذا بشكل منتظم، هذا الباكج، هل قد وياها طماطه، هل قد خيار، هل قد صلصه، هل قد ملح، هل قد، فبالتالي باكج كامله وياها طريقه الاعداد، وايضا وياها عروض اخرى، وبالتالي توصل الى الزبائن بشكل فريش وبشكل مستمر. فبالتالي هذا ايضا نوع من انواع البزنس اللي حقيقه مختلف عن بقيه الموديلات الاخرى اللي طرحناها. عندنا النوع الرابع اللي هو هولسيلينج، يعني البيع بالجمله، وير هاوسنج اللي هو التخزين. نشوف هنا انت كصاحب بزنس اي كوميرس بزنس، تطلب فد منتج من سبلاير، من مجهز معين، هذا يجهز لك اياه. هنا راح تكون عملية التجهيز بكميات، فبالتالي احنا محتاجين الى مخزن، ولربما مخازن راح تكون عندنا كلش كبيرة، هذا الوير هاوس راح يكون كلش كبير لان احنا محتاجين نشتري الجملة، وبالتالي لما يطلبون الزبائن من عندنا منتج احنا نقدر نوفر لهم اياه، نوصل لهم اياه اونلاين. هيش نوع من الانواع البزنس هو محتاج حقيقة الى انفستمنت بالبداية، انفستمنت كبير، يعني استثمار، تستثمر بالموضوع، تحضر مبالغ عالية لان تحتاج الى بعض مخازن، طريقة الخزن، التعامل، البيع والشراء والتوصيل. فبالتالي هذا خلينا نقول في مستوى آخر من مستويات الإي بزنس اللي أيضا ممكن أنه يحقق لنا عوائد عالية. كثير من المواقع تستخدم هذا الأسلوب مثل الدولار دايز، يستخدم هذا النوع من أنواع البزنس. أيضا عندنا الأكس شارت أيضا يستخدم هذا النوع من أنواع البزنس، والبيك كوميرس. بالحقيقة نشوف انه هذا الموديلز الاربعة اللي حكيناها ممكن ان تكون هي موديلز هي فرعية ويا الشركات الكبيرة مثل شركة الاي باي والامازون والسوق وغيرها من الـ 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 الـ
الشركات اللي هي رائدة في مجال الإيكوميرس، لكن نشوف هنا أكو بعض المودلز اللي إحنا نقدر نقوم بيها. كانت عندنا هذه المودلز الأربعة كملخص لهذه المحاضرة كستيتمنت كيز كي ستيتمنتس لهذه المحاضرة. نشوف إنه الإيكوميرس بزنس ريفينيو مودلز، الموديلات اللي هي نماذج إيرادات التجارة الإلكترونية اللي ممكن نتعامل وياها، ممكن يعني هي تهدف إنه شلون نسوي هاندل يعني شلون ندير الانفنتوري مانجمنت يعني المخزون، إدارة المخزون والمنتجات، المصادر الأساسية للمنتجات من أجل إنه نزيد العائدات البزنس مالتنا. أيضا الإيكوميرس بزنس ريفينيو موديلز تتضمن عدة موديلز، الموديل الأول دروب شيبينج اللي هو بدون شحن، الموديل الثاني وايت ليبلينج انه احنا نطلب من المصنع منتج خاص بالليبل الخاص بينا، سبسكريبشن اللي هو على اساس عندنا زبائن من نوع خاص وبالتالي احنا نوصل منتجات بشكل مستمر وبشكل منتظم الى زبائننا بحسب المنتج المطلوب المعني، وهول سيلينج اللي هو بيع بالجمله وبالتالي احنا محتاجين الى وير هاوسينج كبيره يعني مخازن اكبر لتخزين المنتجات. نشوف الدروب شيبينج مثل ما قلنا هو ابسط انواع المودلز اللي اي شخص ممكن انه يقوم به، وهو يحتاج بالبداية إلى أن يكون عندنا ستور فرونت فقط وطريقة إي بايمنت يعني دفع إلكتروني ممكن تكون، وبالتالي إحنا ما محتاجين بدون عملية مانجمنت للباكجينج للإنفنتوري للويرهاوسينج ستوك ولا حتى للشيبينج، لأن هي هاي كلها راح تكون من ضمن مسؤولية السبلاير. النوع الثاني الموديل الثاني الوايت ليبلنج موديل اللي هو يحتاج إلى نشوف انه شنو المنتجات اللي هي ناجحة بالمبيعات فبالتالي احنا نقدر نطلبها من المصنع وبالتالي نقدر نحط لنا الليبل الخاص بينا ونسوينا في الديزاين للباكج، وبس احنا بهالحالة راح ممكن انه احنا ندير هذا المخزون ومحتاجين الى تخزينه، وبالتالي بعدين نكون عملية الشيبينج التوصيل ربما الشيبينج راح تكون اكثر من طريقة بالتوصيل. السبسكريبشن موديل شوي بدينا نتقدم والموضوع بدا يتطور اكثر، نقول انه هذا يحتاج الى سبسكرايبرز موجودين عندك زبائن، دول الزبائن نوصل لهم المنتج على شكل فد باكج كامل او فد صندوق من المنتجات بوكس اوف برودكتس بشكل ريجولر بشكل منتظم وسكجولد يعني على اساس فد جدوله معينه بشكل مستمر وبشكل دائم بفترات معينه محدده، هذه الفترات منظمه. الطريقة الأخرى أو الموديل الأخير اللي طرحناه اللي هو wholesaling and warehousing model اللي هو يحتاج بالحقيقة يحتاج إلى investment بالبداية حتى يبدي، وبالتالي احنا محتاجين إلى تكون عندنا إدارة إلى المخزونات وعندنا مستودعات وبالتالي عندنا عملية الشيبينج كلها راح تكون من إدارتنا، وبالتالي احنا ايضا محتاجين لربما الويرهاوس المخازن نستثمر بيها يعني نحتاج الى تأجير او شراء مخازن مساحات للخزن، فبالتالي راح تصير عندنا عدة موديلات. هذه الموديلات بشكل عام ممكن انه تتمازج مع بعضها البعض، ندمج نطور واكو اكثر موديلات اكثر واكثر، هذه كل هذه الموديلات هي بالحقيقة نماذج لتحقيق ايرادات من التجارة الالكترونية. نرجع نذكر شباب بسبب الأزمة الصحية احنا بدينا نسجل هاي المحاضرات، وهاي المحاضرات بدنا نوصلها وبدنا نحطها على اليوتيوب وعلى جوجل كلاس روم، وبدنا نعطي اشعارات بروابط هذه المحاضرات بالاوفيشال بالبريد الالكتروني الرسمي للطلاب وعلى قناة التليجرام. الكود الخاص بالجوجل كلاس روم هو BAT3UON حتى تقدر توصل الى هذا الصف. احنا ننصح انه دخول الى جوجل كلاس روم بسبب الميزات اللي يحققها، الميزات اللي موجودة انه ممكن تكون عملية تشاتنج بينك وبين الاستاذ ايضا يجاوبك، لربما بينك وبين زملائك على كل موضوع على كل درس، مثل تشاتنج اللي دا يصير الكومنتس اللي دا تصير على سبيل المثال بالفيسبوك وبالسوشال ميديا ممكن هنا ايضا تكون، تقدر توصل الى ملفات الفيديو وممكن أن توصل الى الملفات البي دي اف اللي موجوده هي الماده الماتيريالز الاصليه، ولربما راح تلقى روابط مثل ما دا نسوي روابط لماتيريالز اخرى لطيفه هي تزيد من مستوى الادراك والثقافه بالموضوع المعني. ايضا من اللطيف ممكن انه ترجع الواجبات بالجوجل فورم، مو على الكومنتس ترجع الواجبات، ممكن بطريقة اخرى ترجع التقارير او الواجبات المطلوبة بشكل سهل وبسيط، ممكن يكون عندنا تقييم اسسمنت مثل ما اجريناه بالجوجل فورم وايضا باسلوب سلس وبسيط، ممكن يصير ميتنج عن طريق الجوجل ميتنج، ف
فبالتالي أيضا راح يكون هاي وسيلة من وسائل التواصل المتزامنة. فبالتالي طرق يعني وخصائص كل شيء هواي موجودة بالجوجل كلاس روم هي ما موجودة على اليوتيوب. فبالتالي أنا دائما أنصح وأفضل إنه نستخدم الجوجل كلاس روم، بالإضافة إلى إنه راح تشوف زملائك على جوجل كلاس روم، الطلاب حتكونون موجودين هنا. بشكل عام إن شاء الله إحنا نتمنى إنه رجعة قريبة وسريعة إلى مقاعد الدراسة، ونشوفكم بخير وسلامة. أنا أرحب بأي أسئلة وأي استفسارات، ورح أكون مسرور بالإجابة عنهم. وشكرا جزيلا.